اجيت من سوريا كان عمري 12 سنة. 12 سنة وبلشنا هون بالشغل. بلشنا اول شيء من الصناعة وهلا فتنا هون بالمعمل القماش. اجانا هز الزنزال وهد روح لنا كل شيء. اول ما صار الزنزال ما قدرنا نتحرك، كنا نايمين على اولادنا على الفرشي. طلعنا من الفرشي بدنا نتحرك ما تنفينا، ترجنا هيك وهيك لانه حركي ما تنفينا نقوم. قام ابوي الله يسلمه يعطي العافية، اخواتي شدوا لبرا، دكيت باخواتي وامي دكت باخواتي قسم منه، طالعنا طلعنا على الشارع لبرا. في عالم راحت تحت البنايات، في عالم تم لهلا عم يدوروا عليها، في عالم تطلع طيبه، في عالم ما يتيح. اطفال كلها راحت تحت البنايات، حسبي الله ونعم الوكيل. امريكا يا ارطيم لازم، يعني احتجاج كل شيء لازم. من الصفر رجعنا، يعني من على الحديد، هالبناء والهادي هيك، هاي الاشغال كلها صفت على الارض، يعني قاعدين مثل الصفر، يعني مثل المرضانين قاعدين من الصبحيات للمغرب، وهاي عم نتفتل بالشوارع. الله يعطيهم العافيه ويجزيهم الخير اذا بيساعدونا بشيء. والسلام عليكم ورحمه الله.